في فقرة عين على نسلط الضوء على مشروع تربية النحل ونضيف لهذا الغرض السيد محمد ولف الواط. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم محمد، في البداية نختار تعرفنا بعد على طبيعة هذا المشروع، مشروع تربية النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشروع مشروع بدأ في 2012، بدأت تأسيس بعد قاع المؤسسة، مؤسسة نحالة الصحراء. اولا كانت فكره المشروع من احد رجال الاعمال الشباب في محمد احمد الفلواط، في اثناء رحلته في الجزائر كان يمثل موريتان في اتحاد المقاولين الشباب المغاربيين، اجبر انهم مطورين في مجال تربيه النحل، واجبر على ان موريتان ما زالت متاخره في هذا المجال، بالتالي جاته الفكره من هون انه يبدا هذا المشروع واتصل بي. وجبنا اولا خليتين من النحل نجد تجربتها في موريتان، جبناهم من المغرب، جبنا واحده خليناها في نواكشوط والثانيه قسنا بها يقرف باش نشوفوا ايهم لا يتكيف مع الظروف، والحمد لله تكيفوا الثنتين واعطاوا نتائج زينه، وما شجعنا على انه وراك نبدا المؤسسه وبدانا باستجلاب النحل من المغرب والالات الضروريه من اجل تربيه النحل. ايش هي طبيعه ديك الالات عاده اللي تستعمل؟ كيف ما تعرفوا موريتان ما زالت متاخره في مجال تربيه النحل، مع ان العالم كامل سبقها، ومع انك تشوف في العالم تجبر من القديمين قديم الزمان عند الفراعنه وعند الاغريق تجبرهم مارسوا تربيه النحل، والعالم مشى فيه حتى واحنا ما زلنا متاخرين. ديك الالات شنو هي؟ خاصه الخلايا الصناديق، خاصه الشمع شمع النحل، خاصك الآلات استخراج العسل، وآلات الضرورية من أجل الدخول على النحل، كيف الدخان، كيف البدلة الضرورية من أجل حمايته. خلينا نخش الموضوع بتفاصيل أكثر. شنو طبيعة الخلايا؟ شنو هما؟ وشنو طبيعة الشمع؟ هذه المصطلحات اشرح لنا شوية قد مساعدة. والله خلية النحل مكونة من إيش؟ مكونة من مليكة، لأنه النحل مكون من صندوق، وهذا ذاك الصندوق فيه اطارات من الشمع، وكل اطار من الشمع موجودين فيه الخلايا اللي يبنيهم الشمع، يبنيهم النحل ويملاهم العسل ويتبيض فيهم الملكه. هذا من اجل هذه هي الخليه نقولوا له. ثانيا عندك ذيك الملكه تعيش 5 سنوات، والخلايا في والشقالات يعيشوا 3 شهور ماكسيموم، وعندك ذكور وهي ما عندها اي دور، تشكل عبء على الخليه. نعم. وعاده اهم طريقه تصفوا بها الذكور ولا النحل من نفسه يتخلص؟ لا، النحل من نفسه يحاول انه يتخلص منهم. اولا الذكور ناتجين عن ايش؟ ناتجين عن بويضه غير مخصبه. لانه الملكه اللي تعود جديده تعود ذكور قليله جدا في الخليه، بينما مع تقدم الملكه في العمر يزيد عدد الخلايا غير المخصبه، لانها الملكه تخصب مره واحده في حياتها، وبالتالي مع تقدم الزمن ينقص عدد الشقالات وينتج لك بيض فيه ذكور. زين، قلنا هذا هي طبيعه الخليه. نعم. الشمع اصطناعي معدل؟ الشمع لا، الشمع فيه نوعين، فيه شمع طبيعي 100% معدل النحل، وفيه شمع معدل النحل ينقبض ويخلط عليه ماده ينقال البارافين، ذيك الماده باش تكسره، لانه شمع النحل الطبيعي واعر غالي، وبالتالي يخلطوه مع شمع اخر من اجل انهم يكونوا به الشمع، لانه ذاك الشمع باش زادت نسبه البارافين النحل ما يبقي يبني فيه، بالتالي احسن انواع الشمع هي الطبيعيه اللي صانع النحل من نفسه. نعم. زين، ثم استوردت خليتين من هذا المبدا. نعم. الخليه عاده تتكون من تسروها بالعدد ولا لا؟ نشروا الكيس الصندوق من نفسه وفيه كم من نحله وفيه الاطارات. الصندوق يعود فيه 10 اطارات ومعه اضافه، الاضافه هي الهوس، ذاك الهوس هو اللي يعود فيه اطارات اضافيه للعسل، ينقال لها العساله، لانها تجمع فيها اطارات يملاهم النحل من العسل. الان احنا في يقرف عندنا 300 خليه من النحل، وفيها والاطارات في العسالات نزيدوهم حسب، لانه الموسم هذا العام احنا عدلنا موسمين، موسم في الخريف وموسم الان موسم الربيع. موسم الربيع الان اعطانا نتائج جيده جدا، ونينا بدو جمع غله الشتاء. على ذكر الغله عاده
تمضي 3 أشهر سهرين كم مدرسة زراعية تقبل؟ الغلة تتعلق بطبيعة النباتات الموجودة عنده. النباتات تنتج النوار، ذاك الفلور هو اللي يتغذى عليه النحل. تجبر بلايص كي الشرق عندنا الخريف يمضي لا شهرين، معناه انك شهرين يلا تجمع فيهم تقد تجمع، لانه النحل مثلا يرش يوكل ويرجع يوكل العسل من جديد. هي زين، هو العسل يعمله؟ لا، سل معدله كمخزون استراتيجي له هو. يجي الانسان وياخذه كيف ما الحيوانات تخزن الدهون، تخزن هذا النحل يخزن العسل، يخزنه للوقت يعرفها لانه النوار ما هو يتم دائما. وعلى ذكر النوار، انتم تقيسوا المناطق اللي خربت الموريتان تجيبونها سمن الاغذيه للنحل؟ لا، النحل هو اللي نرفضوه ونطرحوه في البلاصه اللي فيها مكان التغذيه. انتم ترفضوه من يغرف شمسان؟ نرفضوه لاي بلاصه. النحل التربيه العصريه للنحل تتميز انك سهوله نقله، تقدر تنقله في صناديق لاي بلاصه بقيتها، سواء في موريتان، سواء في باط، في ادرار، في الشرق، في اي بلاصه. ما عنده جو؟ هو ما عنده مشكلة، تقدر تنقله لأي بلاصة. وهذا المشروع كان من المشاريع اللي مقدمين في لقاء الرئيس والشباب، وكان حظى تقدير من الورشة. وهذا المشروع عنده أهمية كبيرة جدا من أجل الحفاظ على بيئة موريتانيا، لأنك كيف ما تعرف أن النحل يزيد من عملية تلقيح النباتات. حتى أنه في بعض الدول يجوا يستأجروا صناديق النحل من أجل أنك تضعها في الحقل، حقلهم، لأنه يزيد إنتاجية النباتات من 45% إلى 100%. وإحنا مالي كيف بعض الدول اللي ما فيها تطورت، كي اليمن مثلا اللي بدأت لها 16 سنة، ودارك النحل اليمني عاد من أحسن العسل اليمني، من أحسن أنواع العسل في العالم. نعم، دارك وأغلاهم. وإحنا واليمن ترى نشابه بطبيعة الأرض، لأن تفسحنا ترواقيز من نعم. طيب، عادة قلت عنكم ترفدوا الخلية الشهرة بلدة فيها النوار. أنا ماني فاهم، ما عندي فكرة عن الموضوع. النحل يتم يوخل ويرجع تلقائيا الخلية، ولا دخلتم عليها؟ لا، النحل موجود في صندوق النحل. أنا أعطيتكم الصور اللي عدتها موجودة. يعني ندبر الصور إذا قلت لي طلعونا ما خسر شيء. باش نشرح لك عليها طبعا. دبر أعطينا الصور واصل شرح. نعم، لأنه خلية النحل عندها باب، ذاك الباب يدخل منه النحل ويمرق، النحل ما ينقفل عليه. شاري مثلا هاي الصورة. هذه الصور غلة الخريف، الخريف اللي جمعنا. هذا العسل علبناه. هذا العسل علبناه وعليه شعار المؤسسة. وعادة الكمية اللي تأخذونها كل موسم؟ هذا الاكستراكتور قالوا، هذه هي الآلة اللي تعصر بها تصفي ذيك التحتانية، تصفي والفوقانية تخرج العسل من الإطارات. زين، صورة أخرى. نعم، هذه طريقة استخراج العسل. هذا هو ما هذا هو شعار، هذا الشعار، ولكن هذا هو المطلوب الذي سيكون مطبوع اللي لا يعود على البطط، بطط العسل. نعم، مكتوب عليه انتج في موريتان. وهذا نحل بري. نحن ما زلنا جاي نحل بري. نعم، نحن هذه طريقة صناعة الشمع، هذه آلة تصنع الشمع. احنا عدلنا قاعدة صناعية في لتربية النحل كامل. هذه طريقة صناعة الشمع. هون هذه الماكينة، هذه نديروا فيها الشمع أولا، وهي لا يترقوا لا يتطبع عليه الجريف قالوا طباعة، هي اللي يبني عليها النحل، لأنها كأنها تخطو تخطيط اللي لا هي يبني عليها النحل. هذا هما صناديق النحل اللي عندنا. هذا هو الصندوق، هذا هو الباب اللي يخرج منه النحل. زين، نرجع للباب اللي يخرج منه النحل. طبيعه الطريقه اللي تمشي بها النحله وترجع النحل. النحله موجوده ملكته في الصندوق، وبالتالي النحل لا يمكن ان يخرج، الا ويرجع الى ملكته. اذا النحل الشغاله تخرج تجيب الرحيق وتجيب المياه وتجيب غبار الطلع من اجل تغذيه اليراقات اللي هم وتغذيه حتى الملكه. هذا هو الشمع الطبيعي الذي يصنع النحل. نحن هنا نقوم بعملية أخذ الشمع من أجل تذويبه وصناعة به. ذوك اللي نعتلق به.
هذا صناعة السابقة الصورة السابقة الصورة اللي سابقوا هذه هذه هي صناعة طرق صناعة قوالب الشمع. الشمع كيف ما تعرف هذاك ذوك القوالب اللي يحفلوا بهم الديار وذوك. هذه طريقة صناعتهم نذوبوه ونديروه في هذو القوالب نجي يعطينا أشكال جميلة نزيدوه في هذه صورة هذه نحلة تتغذى على الرحيق هذا في يقرف هذه نبتة الجرجير وهذا النحل يتغذى عليها يتغذى على النوار تلاحظ هذا هما نعم هذه هي نبتة الجرجير وهذا هما صناديق النحل هذا هما خلايا أنا اللي نطرحوهم طائرين ونخلو النحل يتم يمرق يتغذى ويرجع هذا هو الصندوق هذا اللي تشوف هو الإطارات نغطوهم بخنشة عن الحرارة ونغطوه وراء ذاك بذاك الغطاء اللي من القصدير ترى خلايا النحل ترى النحل خارج من أجل الدفاع على نعم من أجل التعامل مع النحل ضروري شوف هذا تكوين نحن خضعنا التكوين في على تربية النحل في المغرب مدة 3 أشهر هذه دورة تكوينية اللي عدلنا في المغرب هذا إطار مليء بالنحل شفت هذا إطار شمعي هذا هم الإطارات هذو الإطارات يعودوا من الشمع ويبني عليهم النحل ويملاهم سواء تبيض فيهم لأنه النقرانية تبيض فيهم الملكة والأقصيين يعود فيهم العسل يملاهم من العسل ويقفلهم سد عليهم هذا نفس الدورة التكوينية؟ نفس الدورة التكوينية احنا هنا نتكون على طرق التعامل مع النحل هي زين وطبيعة اللباس اللي لابسين تلبسوا عادة يبروتجيكم عليه هذا لباس يحمي من النحل لأنك إذا تعود مالك لابسه ولا هي رمدة تنتكل لأنه النحل عنده لسعات هذيك لسعات النحل مفيدة من أجل مازلنا راجعين العلاج من لسعات النحل النحلة مشكلة يعني اليوم ما يمسدش دائما نقولوا لا النحل مع إني ما هي صالحة زين نرجعوا للحديث قبل كنا ترفدوا الاطار تطرحه في الخلاء في بلاد فيها الربيع يتم يمشي ويجي وتلقائيا يعرف منين خاو ويعرف منين راجع هو كل نحله خرجت من خليه ترجع نفس خليتها تعرف تلقائيا لانه الملكه تصدر رائحه هرمون سميتو الفيرمون ذاك الهرمون يتحكم في جميع الشغالات الموجودين في الخليه وبالتالي يمرقوا ويدخلوا نفس خليتهم يمشوا ويشتغلوا ويرجعوا وذا اللي ينتج العسل لا الملكه نفسها ولا الملكه ما تنتج العسل الملكه دورها الوحيد هو البيض تكاثر تبيض هي الوحيده اللي تبيض وهي الوحيده اللي تتحكم في الخليه كلها الشغالات هم اللي ينتجوا العسل وينتجوا الشمع وينتجوا ماده اخرى ينقال لها لجل رويال الغذاء الملكي ويركب بيرو مادة أخرى قال البروبوليس مادة مهمة جدا في الطب يداوى بها ويشروها الصيدلية زين هذا بالنسبة للنحل بين قوسين نقدر نسموه أليف نقيسوا النحل اللي بري هون في الشرق الموريتاني يجبر نحن يجونا هون بوادي تفاكر يعني من الحسن هم طرق تقليدية يمارسوا الموريتانيين قديما شنو طبيعة تعاملكم مع النحل البري كانكم مهتمين به والله مقتصرين على النحل اللي مستورد نعم بالنسبة للنحل البري نحن نقوم بأولا نقوم بجمع خلايا النحل البري حد كامل يعني المدن يعني القرى اللي عندها نحل بري وخايفين منه ويهددهم نحن عندنا الطرق اللي نقدو نجمعوا بها ذاك النحل ونرجعوه نحل طبيعي يقدو يربى كيف طريقة تعتنوا عليه بها احنا نمشوا شور الخلية نعودوا لابسين لباسنا نعود حامين روسنا ونجمع نطرحوا له صندوق يعود فيه خلايا يعود فيه الشمع فيه الاطارات ونجمعوا نتعرفوا على الملكه في اي بلاصه موجوده ونركبيروها ونركبوا معاها نقدروا نجمعوا من الخلايا من الشقالات ونطرحوا الصندوق همال ذيك الملكه اللي تطلس الريحه ذاك كامل اللي مارق من الخلايا من النحل اللي هي يدخل فيه يرجع لها لا يدخل ذاك الكيس وبالتالي نعود حصلنا على خليه جديده وخليه تعود ونفس الانتاج ينطبق علينا كما ينطبق على الخرات يختلف النحل الاوروبي اللي احنا مستوردين يختلف عن النحل الافريقي الموجود هون النحل الاوروبي معروف بانه نحل غير شرس ومعروف بانتاجيته الكبيره بينما النحل الافريقي نحل شرس وانتاجيته قليله وهذا ناتج عن البيئة ناتج عن الجو ناتج عن الطبيعة طبيعة تعرف على أن احنا هنا لا مثال لكباش اللي عندنا هون ممكن لكباش الموجودين في المغرب في دول أوروبا فهمت لي بسبب الحرارة تجبرهم أسقر منهم وارقق معنا نحن ايوه كاع في رواقيج رواقيج ما ولا الحيوانات رواقيج دائما المناطق الحاره تعود اقل بيوم اللي شرابهم اكثر وكيلهم اقل بينما في اوروبا مناطق العكس
زين، متى كان النحل في شي سام عادة؟ والله لا يوجعته. لا، النحل غير سام، هذا السم اللي يصدر النحل هذا إلا للناس اللي عندهم حساسية منه. بعض الناس قاع عندهم حساسية من غبار الطلع اللي ينشموه، يقد تجي أزمة، أزمة ترابو. ولكن بعض الناس اللي تعظهم النحل تعود تجيه أزمة ناتجة عن المناعة، عن مناعته. هو ما يقتل عادة؟ هو ما يقتل عادة، هو عادي، هو وسيلة دافع بها النحلة. النحلة عاد تلقاش تموت، وهي تموت، تموت النحلة تلقائية، تموت. عندي قطعة وثني نحل، تموت. ما تنكت كان لا، هي تبقى لبرا فيك في الجل، والنحلة لا هي تمشي، هي قال لا تموت، ما هي تبعاد، لا تمشي ديسانة ولا تموت، لأنه كرشة تبقى في الشوك. وشنو الطريقة اللي داو بها، اللي تغلق بها الدواء؟ طريقة ديلو الليمون، ديلو الليمون على موضع العظة، تحكوا عليه وما ولا تحس بشي. أنا فات عظني مرات نتعامل معه. زين، أهم طريقة عن أهم التداوي بإبر النحل، تجيك بلي توزع دريان نحلات تمو يعضوا، شنو طبيعة هذه؟ احنا هذه طريقة للناس اللي راهو ينقالوا طريقة التداوي بالنحل، لأنه النحل السم اللي موجود في النحلة يداوي أمراض الروماتيزم، هذا معروف دوليا، معروف على أنه يلين تنقبض ذيك البرة، ولكن خص المعالج يكون على علم وعلى طريقة، يعرف البلايص اللي الله يعوض بهم النحل، ويعرف الطريقة اللي يكرد بها النحلة بعد قا. ولا يكرد النحل لين لا يكرد النحلة ولا يطرحها للموضع اللي دورها تعظوا فيه، وبالتالي لا يتعظوا ولا يتبقى الابرهم ولا يخليها لين يحس من هذا المريض اللي يتعالج حتى بها، وراذاك لا تعطيه مردود. مردود. وعادة انتم هون مشروعكم يجركم وحدين؟ نعم، احنا في الناس، احنا عندنا تعامل مع الناس اللي ساكنين في القرى، الناس اللي في الريف اولا كانوا خايفين منه، القريلين جبروا فوائد النحل ياسره، تعاونوا معنا حتى وحتى السلطات الاداريه تعاونت معنا، من الوالي للعمده، لعمده عين الطايع تعاونوا معنا حتى وشجعونا في هذا، وبالتالي الناس ما طلعت عند هذيك الفكره على انه لا يجيبوا لنا النحل، لا يعضونا، لا يجي. عادوا يشوفونا احنا نجوه ونركب بيرو النحل اللي عندنا، نحلنا احنا، ويشوفوا الطريقه نتعاملوا معاه بها، وبالتالي عاد لاكي الحيوان هم اللي طالصين. زين، على ذكر طلس الحيوان، انت لو ترفدوا خليه من بلها، عندك اهم وقت معين يا تعود نحل تلقائيا يرجع للخليه، والله نعم ترفدوا يبقى لكم من واحد نحل في الليل يرجع كامل للخليه تلقائي في الليل، يطيح الشمس يدخل كامل نقر الخليه، معناكم وبالتالي نسدوا عليه الباب، معناكم يطرحوا خليه في بلاصه معينه فرايك تحنون يفوت يجي لين يفوت في النهار، ما يمكن انك تنقل الخليه، ما يمكن، لانها نحل سارح، نحل كامل يسرح في النهار ويرجع، بالتالي انت تدري ترفدها تنقلها في الليل وتسد عليها الباب وترفدها، ما عندها مشكله. طيب بالنسبه لكميه العسل اللي تم استخراجه من هذه الخلايا مشروعكم انتم، عاد شنو نسبته؟ وكل خليه تنتج كم من العسل؟ هو الصندوق، هو الاطار الواحد يعود فيه 2 كيلو، والصندوق فيه 10 كيلوات، اذا الصندوق اللي عاد فيه الا غص واحد، الا عاسله واحده، لا ينتج لك 20 كيلو من العسل. 20 كيلو؟ 20 كيلو من العسل. اياك تشرح شوي، هي 20 كيلو هي حجم الصندوق انه يرفد 20 كيلو. من كان يمت له والله يجي مولا؟ لا، هو ما هو الصندوق، هو في اطار، هو الصندوق مكون من اطارات، هو لين يملا ذوك الاطارات، انت يلا تزيد له اطارات اخرين، يعني تجيب صندوق ثاني وتطرحه عليه، لا يملا ملاه زيد صندوق ذاك حسب الموسم اللي عندك. وعادة يعود كم؟ احيانا في يوصل عندنا خمس صناديق، اللي هي كم تقريبا؟ اللي هي تقريبا خمسه، كل صندوق مع 20 كيلو، كل واحد منهم تقريبا 20 كيلو، يعني 100 كيلو تقريبا. تقريبا تقريبا الانتاج في الموسم؟ هذا في الموسم، هذا انتاج الخليه واحده. خليه واحده؟ خليه واحده. طبعا كم خليه؟ احنا الان عندنا 300 خليه. معناه انكم اضرب لا تحسب 100 احنا اساسا احنا اللي ندوروا شنو؟ احنا ندوروا ندعموا داخل الريف، تعرف على ان الريف معتمدين على الثروه الحيوانيه، احنا ندوروا نعلموا للناس طرق تربيه النحل، واحنا نعطوهم الخلايا ونكونوهم عليهم، نجرى لانهم يستغلوا، وبالتالي نعودوا حافظنا على البيئه، الناس ما تريد تقتل الصدر ولا تهشي اللي فيه النوار، تاع
نختارها لانه بفايته ونحافظه ونجيبه داخل مولي للناس. للناس. هذا العسل شنو تواصلوا؟ عندكم تنزلوا شر السوق؟ عندكم نعم احنا الان عندنا مؤسسه من اجل ان نقوم بعمليه تسويق هذا المنتوج. عندنا طرق التعليم، عندنا المصفات، نصفوا العسل ونعلبه ونسوقه. هذا هو اللي وامبلاج ومدة صلاحيته كم تقريبا؟ مدة صلاحيته 4 سنين. مدة 4 سنوات. 4 سنوات. وعقبالك يعود ما هو زين ولا يعود ضار؟ يعود ما هو زين، وتو الناس تقول ما هو زين، طعمته قد تغير، قد هو فيه مادة ينقال لها الكريستاليزاسيون، يتبلور العسل مع الوقت، يتبلور يعود تشكنه كالسكر. كنت اسالك عنه بين احنا بدا كان عندنا بوش منه تمني عادي كيف السكر كيف الربع الربع. نعم ذاك عادي، ذاك يوقع العسل مع الوقت. العسل مع الوقت ومع درجة الحرارة البرود يتبلور يعود تشكنه كالسكر. وش الطريقة نرجع بها للأصل؟ نحميه؟ لا ما يرجع، خليه لين يتبلور، خليه تعمله عادي، ما يقدر يتعمله عادي، ما عنده مشكلة. وينحفظ في البلاد حامية في البلاد باردة؟ يحفظ في بلاصة معتدلة، ما هي باردة حتى ولا حامية، ما يندار في الشدة ولا يندار في الشمس. عادي بلاصة معتدلة. نرجع لأنك نديره في فريجو دور يتبلور لك. ونديره في الحمام يتبلور. لا في النهار الحمام خليه عادي. نرجع التعامل كنتم مع أهل الريف. مدرى كان هم واحدين من اهل الريف، طبعا انتم ربما اشخاص قاري المجال مهتمين به تشتغلوا به، بينما اهل الريف خبرهم في المعيز والبر اكثر من النحل. مدرى كان هم ذا الانتاج، تبارك الله الغزاره في الانتاج، كان شجعت من اهل الريف عن واحد منهم على الاقل يمتلك خليه من النحل، والله يفكر عنه يمتلك. احنا شجعناهم اولا باللي قبضنا اولادهم اللي ما يشتغلوا وشقلناهم معنا، شقلناهم في النحل معنا، وعدنا يكسبوا خبره ويجبروا تكوين ويجبروا دخل مالي يعود قار، فهمت؟ وما زلنا نتعاونوا مع الدوله مع المؤسسات كامله من اجل ان نوزعوا في مناطق اخرى من موريتانيا، ما يقتصر على منطقه واحده. والان احنا تقريبا عدلنا خريطه لشين قالها كالندريه دو بولن، معناها عدلنا اين تعود النوار في بلاصه من موريتانيا، لان هذه ضروريه الدول كامله عندها، احنا ما زلنا متعطلين في هذا. نعرفوا النباتات اللي منتجه للعسل اللي قد النحل يتغذى عليها، ونعرفوا وين تعود فيها النوار، باش اي بلاصه نقولوا شهر كذا يلا نعودوا في مدينه كذا، كيف ما في الدول الاخرى، شهر كذا يلا نعودوا في ولايه كذا. نوزعوا في حاله الخريف موريتانيا 3 اشهر. ربما يعود الشتاء قريب منه، قال ما في نوار. في الفصول اللي ما فيها نوار، ما فيها ربيع، ما فيها خضار، نحل يتغذى على تقريبا. تقدر تقول ان موريتانيا فيها الطلح، تعرف انه ينور في فترات من السنه، وفيها اتيل، فيها ياسر من النباتات اللي تنور في اوقات ما يستن. وعندك الزراعه في موريتانيا اللي على النهر، ترى على انها عندها دورتين، ذيك نقدو نستغلوها ونجيبوا لها النحل ونخلوها لا يشجع لا يكثر من الانتاج، وبالتالي النحل مولي لا يحصل العسل. وما هو ضارب للحريفه، بالعكس هو مفيد لها. انا قلت لك يزيد من 100% لبعض الانواع من الفواكه، يزيد غلتهم 100%. ترى على انك تشوف الدلاح مثلا تجبر اللي في مرقه ياسر من النوار، شي من النوار اعطاه 11 وشي ما اعطاه 11، لكن ما اعطاه 11 لو كان فيه نحل يعطيك كان يخليك تلقيح، تلقيح ويعطي النحل، يعطي الحدش. والنحله هي اللي تعدل هذا التلقيح، لان الغبار الطلع يلصق في الكرعين، يلصق كيما يعدل الطيور، يعدلوا عن كيف الجنكر مثلا، نقول عنده هذا هو اللي الجنكر عنده النخل، بالتالي النحل يجنكر جميع انواع الصدار. وبالنسبه للنخل من اللي كانوا ينطبق عليه نفسه، منطبق عليه نفسه، ترى ان النخل ولدته في شهر ماي، في مايو، وبالتالي عندك فرصه اخرى من اجل انك تطرح نخلك، تطرح النحل تحت النخل، وبالتالي هي جنكر. انا انتم تقيسوا جميع مناطق موريتانيا ماشيين، احنا ندوروا جميع مناطق موريتانيا، نعموا عليها هذه الفكره، وبالتالي نستغلوا النوار لانه هو الوحيد اللي ما استغلينا من انواع الشجر. في اطار تنقلكم بهذه الخلايا كميه كبيره من النحل، يعني ما نقول النحل، اذا كان هم بابيا عاده كل خليه تعود عندها اوراق معينه للهزم، لعل بان احنا قصد لا باب خروج قصدنا هون احد الاشخاص المهتمين بالفروسيه، قالنا عن الفرس انك انت استوردت الديوانه.
انا كيف الوقت تتداون وعندها تباغ، عندنا كان ينطبق على النحل من ناحيه الوحده، ما يريد نحله واحده ما يريد تتداون، نحل كامل على الاقل من ناحيه الوحده معينه. نحل ما هو محتاج للديوانه، النحل محتاج لاوراق صحيه. احنا النحل عندنا كامل، عنده اوراق صحيه معدله له من المصدر اللي شارينا من عنده، ما في اي مرض. وامراض النحل اللي موجوده في اوروبا كي القمله العمياء يقولوا لها، هذه احنا ما هي موجوده عندنا بسبب درجه الحراره المرتفعه. وعندنا هم اللي افانتاج في موريتان، لانه الى عاد النحل اللي في مالي مريض، احنا موريتان ترى انه بلد صحراوي، والنحل ما يقدر يقطع مسافات طويله ما جبر الماء، وبالتالي ما في اي ارتباط بين نحلنا احنا والنحل موجود مجاور. على ذكر هذا، عنه ربما انتم تنقلوا في مناطق ونحله تنتقل، معناها تقطع عنها مصح. المسافه دي تقطع نحله عاده كم؟ النحل النحل انا قلت نخله النحل نخله ربما تحرق لا النحله هي اللي تحرق. احنا عندنا النحل نمشوا به الله في الليل، وشوف انت المسافه اللي تبي تقطع. يعني هي ماشي الراسه، هي ما هي مرفوده. 8 كيلوات. 8 كيلوات ماكسيموم تقطعه 8 كيلوات. وتفتر والله تفتر ترجع، ما يلا تتخطى. معناها 8 ماشيه 8 جايه. 8 ماشيه 8 جايه. زي معناها انها تلقائيا ترجع. ترجع الكيس ضروري، ما في اي نحله تمشي ما رجعت، لان عندها اوامر صارمه انها ترجع. نرجع وان الملكه تتحكم فيهم، هم اللي تحكم مطلق، ما في نحلة عندها مهمة مخصصة تمشي. نحلة لا تجيب الماء ما قادي لها ماهو في الماء، نحلة لا تجيب النوار ما قادي لها ماهو في الرحيق، والأخرى وتجيب لغبار الطلع. منظم هذا قريناه قريناه في دازيميك ساعة قدر ما نعدلوش احنا. هو منظم جدا النحل، خليته منظمة جدا، وفي الليل تجبرهم يشتغلوا الأكياس ما يسكتوا، تسمع حسهم يشتغلوا يشتغلوا من أجل لأنهم يبنوا الشمع في الليل. الشقالات هم اللي يبنوا الشمع من أجل أنه تبيض فيه الملكة والله يخزنوا فيه العسل. طيب هذا المشروع اشتغل فيه كم نرجس؟ الان تشتغل فيه 12 نرجس. من المتخصص ولا ربما يجبروا تكوينات مثل المجالبيه؟ الان 12 نرجس تشتغل فيه. وفيهم كم متخصص تقريبا؟ فيهم من المتخصصين تقول الناس اللي تشتغل على متخصصه في النحل تقول انها 8. ذوك اللي يجبروا فارماسيون والله ذو اللي خريجين اصلا مجال فيهم؟ احنا اللي خريجين كنا 2 وعدلنا تكوينات للناس الاخرى اللي اشتغلت معنا. انت قريت في المغرب تقريبا؟ انا نعدل دكتوراه في بيولوجي في المغرب. بيولوجيا في المجال. طيب تجربتكم انتم بالنظر ربما المقارنه ما هي وارده، على الاقل على اساسها تقيم المدى اللي وصلتوا له انتم بالمقارنه مع البلدات اللي جيت في العالم، الجزائر قلت في المغرب ربما السنغال، شنو هي مدى تقدم التجربه الموريتانيه في المجال؟ تقول لانهم الين شافوا الصور اللي هي في المغرب عادوا يحسدونا على الطبيعه اللي عندنا. مشكلتهم هما هو كثره النحال. اولا هذا المشروع ما حد ما زالوا فيه نحالين، هما بادئين فيه من الخمسينات، جابته فرنسا وعدلت معهد لتكوين النحالين في القنيطره في المغرب، وبالتالي كثروا النحالين في المغرب كامل. وعاد اي حد عنده صندوقين عنده خليتين على الاقل في الباديه طرحه هو الراس وما هو نحال لانهم جبروا ربحوا جبروا اهميته، وبالتالي عادوا يتنافسوا على المراعي، المراعي اللي يسرح فيها النحل وانتشرت الامراض بيناتهم. وبالتالي احنا بالنسبه لنا احنا يحسدونا على الطبيعه اللي عندنا ما زالت ناتيرال، ما هم اللي احنا عندنا فانتاج عليهم. هم يستخدموا المواد الكيميائيه في الزراعه نجل المبيدات الحشريه وهذا، وبالتالي يقتل النحل. احنا ما فاتت عندنا الحمد لله، وبالتالي ما زلنا متطورين ما شاء الله، وهذا المجال قد نمشوا فيه بعيد. عندكم ماركت اياها شنقال خليط نحل؟ نعم. انتم كبار عندكم مشروع زاد ربما مشروع في المواقف؟ عندنا مشروع عندنا مشروع الان في يقرف. في يقرف نعم. نواكشوط تحولتوا عنه؟ نواكشوط حولناه عنه الين خفنا لعله يضر الناس هون، ومشينا مالي ندور لانتاج شور يقرف لان جبرنا الطبيعه اهم معاطي. والان احنا عندنا مشاريع اخرى ندرسوها، قدو نمشوا للعصابه عندنا اهم مشروع قدو ندعموه بعدد من خلايا النحل. طبعا هي مستورده كامله؟ نعم. باستثناء مستورد، ولكن المستورد احنا قمنا بتقسيمه وتكثيره. كيف؟ كي خليه النحل تقسمها تعطيك خليتين، خليه الواحده تعدل لها عمليه تقسيم، هذا من التقنيات اللي تعلمنا وعدلنا عليهم فورماسيون، تقد تقسم الخليه وتنتج لك خليه اخرى. ملكتها ملكتها جديده.
عندها طريقة من أجل أنك تقسم الملكة، تعطيك ملكة جديدة. وعندنا شرينا الأجهزة الضرورية من أجل تربية الملكات. تقد أنت من راسك تربي ملكات، 20 ملكة موحدهم ودخلهم على جيش ما فيه ملكة، وبالتالي يكثر عندك عدد الصناديق. يرجعني السؤال لان باب رقبة عن اللي قلنا قبل، شمن الشغالات وشمن ذاك الاخر شنو قالوا؟ ذكور. تقبض ذكور، تقبض منهم عدد قليل، عدد معين. تقبض البيض اولا من اجل انك تقسم، لابد ان تعرف الاطارات اللي فيهم البيض جديد يعود عمره يوم ولا يومين، والاطارات اللي فيهم اليرقات، والاطارات اللي فيهم العسل، هذو تديرهم في الصندوق وتدير معاهم الجيش، لانه لا يمشي معاهم شقالات فقط من غير ملكات. وتجيب الملكه اللي لا يتربي معاهم، والله تخلي الصندوق من راسه من اجل انك تخليهم يغذوا الين يعدلوهم الملكه، لانه الخليه الين تموت ملكتها تقوم يقبوا اليرقات ويغذوهم بالغذاء الملك لمده 14 يوم الين يجوا لك ملكه جديده. الملكه الجديده لا تقضي على الملكات اللي لا يخلقوا معاها، تبقى هي وحيده. منين قبل ملكه جاهزه وندخلها على اسم شغاله جاهزه؟ اي كان يخلقها من تقبل والله. ملكة جديدة دخلها للشقالات، نعم الملكة تفرض سيطرتها عليهم، ولكن احنا عندنا طريقة نديروها بها، عندنا أجهزة نديروا فيها الملكة وندخلها في الصندوق باش ما يقتلوها الشقالات، وتخليها هم إلين فيها هي اللي تتغذى اللي فيه غذاء، لكن الغذاء اللي تاكل يوم ولا اثنين، أما ونفس الوقت تطلس رائحتها، تجبرهم هم اللي يسمعوا لها، تطلس ريحتها لين يسمعوا لها، ذاك الغذاء اللي تاكله لا ينفتح عنها الصندوق اللي مديره فيه، وتمرق لخليتها ترجع تمرق لخليتها وتبقى تتحكم فيها، تعود عندها مملكه جديده. وعمرها 5 سنوات؟ 5 سنوات. تمضي 5 سنوات تنتج؟ 5 سنوات، من 1 إلى 3 سنوات وهي انتاجها زين، من عند السنه الرابعه يبدا يقل الانتاج. وهي هي انتاج شنو؟ البيض. الملكه تبيض، الملكه هي المسؤوله عن البيض، لانك انت اللي يعود عندك جيش متين لا يعود عندك العسل. الملكه في وقت اللي فيه النوار ماو ياسر بيضها يعود قليل جدا، الوقت اللي يعود فيه النوار ياسر هي اللي يتبيض لك في النهار 1000 بيض، ذيك 1000 بيضه اللي تعطيك 1000 شقال، وتخيل انت كل نهار تعطيك 1000 وبزاد عدد الشقالات باش زاد انتاج العسل. وعمر الشقاله عاده كم؟ من 2 إلى 3 أشهر وتموت حسب شغلتها. وتموت. وذكور نيني زاد نيني كثروا تقضي عليهم الملك؟ يقضوا عليهم الشقالات. يقضوا عليهم الشقالات. الشقالات هما اللي عندهم. اذا كان هم علمي، ناحيه علميه، هم كميه محدده من الذكور يعني تعود موجوده في يلا تعود؟ اولا هما ما يبقوهم لانهم ذكور ياكلوا عليهم العسر. صايرهم ياسر. صايرهم ياسر واعر السيارة عليهم. بالتالي هما ما يبقوهم في الخليه، ويحاولوا دائما انهم يقللوا منهم. والملكه اللي في بدايه حياتها ذكور عندها قليلين، ما محتاجتهم ولا، وباش تقدمت هذا كامل محسوب. باش تقدمت هي في العمر باش كثروا ذكو، لانهم يحضروا الموتى هي الين تموت وجات ملكه جديده لابد ان تخصب. اذا اللي خصبها واحد من الذكور يلا يعودوا ياسر ذكو ذكو، الين يخصبها واحد من الذكور الاخرين كاملين لا ينكتلوا. زين هو ما حد الملكه ما خاص بتتم شغلات ما قادر يمشي في الذكور؟ تخصب الملكه يقضوا عليهم؟ يقضوا عليهم لا يموتوا الذكور. وتم الملكه كم تخصب مره واحده؟ كل مره واحده في حياتها. في حياتها؟ في حياتها كامله. تخصب مره واحده؟ تم هي شكزورة تم هي تولد تبيض. البيض اللي مخصب كامل شقالات، البيض اللي ما مخصب لا يعطيك ذكور، وبالتالي باش تقدمت في العمر باش زاد عدد الذكور، لانه يقل عدد التخصيب. البيض. والبيضة تمضي كم فقست ولا فركست قلنا احنا؟ البيضة أولا من يوم إلى 3 أيام اللي تعطيك تعود البيضة تعود يرقة، لأن هي تبيض نقر الخلايا السداسية اللي معدلة من الشمع، ولا تبيض وبعد يومين لا ينقفل عليها، ويندار عليها الجل رويال الغذاء الملكي، ويقفلوا عليها الشقالة ويخلوها لا تعود يرقة. بعد أسبوع لا تمرق ذيك اليرقة، تمرق منها نحلة نحله كامله، وذيك النحله تقد تفرز الغذاء الملكي اللي هو تغذى عليه الملكه، معناها من عندها من عمرها من 1 إلى 3 أيام اللي تعطيك الغذاء الملكي اللي يغذي الملكه ويغذي اليرقات. هو كامل الدورة مزقة، كامل الدورة ما فيها رقاش كاع، ما فيها حد، ما فيها رقاش بنفسه داخل في طار الدورة. ما فيها حد، الانسان مربي النحل دوره انه يشرف على هذا، اللي يعود النحل خاصين الاطارات يلا تعطيهم له، اللي يعود النحل ضعف بدا يرجع انتاجه اقلع عنه الاطارات، لانه الخليه اللي تعود كبيره نحل لابد من يدفيها. هو في الشتاء يقوم بعمليه تدفئه الخليه، وفي الصيف يقوم بعمليه تبريدها،
فهمت؟ لان لابد ان يعود عندها جو ملائم، لانه اليرقات يقدروا يموتوا في الحمان وفي البرد، وبالتالي يلا تقلع عنهم الاطارات اللي ما مستخدمينهم وتخليهم يركزوا في عدد معين من الاطارات، لين تزيد الاطارات عندها. زين لا بس زاد هو شغلته ملاه كمل اطار ملاه من الشمع وقفله، زيد له انت اطار ثاني وزيد له اطار، اذا كمل تحت زيد له هوس. زين قول لي صار احنا قاعد هنا نرد نرد المشروع من نفسه عندكم اسمه؟ ينقال له نحالة الصحراء، حبي دزير نحالة الصحراء، وعندنا موقع الكتروني. وطبيعه المشروع على الموقع شنو؟ منشوراته هو في إطار تربية النحل، نعطوا نصائح للنحالين الموريتانيين من أجل تربية النحل، نعطوهم عناوين يقدروا يستخدموها، وحنا يتصلوا بينا العدو يبقوا حتى عنده النحل يبقينا نقبوه من عنده، خايف منه والله نذكر له بلاصة نقدروا نقبوه من عنده. هذا الموقع من أجل أن نتصلوا بالناس سواء الخصوصيين الدولة أي حد مهتم بالمجال. الموقع شنو؟ ينقال له أبي دزير .mr api.desert.mr. api.desert.mr. زين اي طبيعه هذا هو الموقع اللي هذا هو الموقع اللي سرتم عليها. هو الموقع اللي موجود هنا. نحن هون ربما ثقافتنا ضحله في المجال. من كان شفنا نحل الواكشوب ساكن ساكن المدري دائما الجانب الخشبي يظهر فيه. من كان هناك تقدر تغذي زادوا على حيوانات هذه الرقات البسيطه الموجوده هون ذنبان في ياس من المرخين. هذا ذاك النحل قالوا الدبور ذاك ذيك الدبابير قال لها ذيك تقتل النحل ذيك ما هي منتجه ما منتجه ذيك تقدر تدخل في حرب مع النحل وهي مصنفه علميه كنحل هي من الكليوبتر من الحشرات الطائره ما صنفها اولاد عمها اولاد عمها اولاد عمها من سلاله واحده النحل الكليوبتر قال لهم وشنو تصنيفات الجوده مازال نحل كان اهم شيء اجود من شيء والله بالنسبه للعسل فيه مختبرات في اوروبا تحدد جوده العسل وتعطيك شهاده له وتعطيها على اي اساس؟ تعطيها على اساس نوع النبات اللي منتج منه النحل. مثلا النحل تعرف انه العسل تعرف انه يستخدم من اجل علاج الامراض. كل نبته تنتج منها العسل، كي مثلا احنا درك عندنا عسل الجرجير. عسل الجرجير هذا اللي انتج نظر مفيد جدا من اجل انه يعالج امراض التنفسيه، الازمات الصدريه زيك، ويعالج الحساسيه اللي عند الناس، وحتى انه اللي عنده علاج للجروح تقدر تعالج به الجروح اللي تصيب الانسان. نعم، ويعالج اللي الامراض الجلديه. عنده اهميه مفيد جدا هذا اللي هو؟ اللي هو عسل الجرجير اللي نشوف نظر. والعسل لو الجرجير اللي عنده الحيوان ربما يعود مهم بالنسبه له خصوصا مرحله الشتاء. طيب بالنسبه للنوار الاخر كيف الطلح؟ نوار الطلح كيف الربيع العاجل؟ نوار الطلح هو اللي ينتج في هو اللي موجود في اليمن قلت لك، وينباع في اوروبا باسعار غاليه جدا. هو افضل افضل انواعها، واللي يستخدم لعلاج العديد من الامراض، واللي حتى الناس اللي مصابه بالسكر تقدر تعمله. يتعمل تعمل عسل الطلح ما عنده مشكله. ونحن طبعا دي شجره متبارك الله في جميع انحاء موريتانيا معرمه اللي هي واحنا ما عرفنا استغلينا نوارها. وبالتالي احنا ننصح الناس انهم يتجهوا لهذا المجال من اجل لان ننشره في موريتانيا كامله. اولا لا يزيد لنا الغطاء الغابوي الموريتاني، وبالتالي لا تعود عندنا مالي دخل قار بالنسبه للناس. من ذلك كان اهم تجربه مباشره حاسه انتم تم القيام بها من قبل بعض الاشخاص موريتان ماني ماني عالم، لكن من حيث المبدا انتم هم الوحيدين. نعم، احنا اول مؤسسه اسست لصناعه هذا، لانك انت اللي تجيب صندوقين تجيبهم من اي بلاصه وتطرحهم، انت لابد لك من مصنع. احنا عندنا الان ايزين تصنع الخشب، نجار، نجاره كامله اللي تعدل منها الاطارات، تعدل منها الصناديق، وتعدل منها الهوس. وعندنا مصنع للشمع كيف ما شفتوا، نصنع به انواع الشمع، نعدلوا الشمع نذوبوه ونصنعوه نعدلوه على شكل ذوك السيخات اللي شفت اللي يندارو. عندنا مصنع يعدل الكوادر، نقبضوهم ونديروا لهم الاسلاك وندخلوا فيهم ذاك الشمع ونعطوهم للنحال. وعندنا آلات، هذه هي الآلات اللي غالية جدا، اللي النحالة في العالم ما يعودوا عندهم، يعودوا عند الشرايط. نجري على أنه النحال يبيع عسله كامل للشركة، الشركة عندها الآلة باش تخرج ذاك العسل. احنا عندنا الآلة نخرجوا بها العسل ونتعاملوا مع أي حد عنده العسل اللي يبغي نخرجوا له نخرجوه احنا له، ونقدروا نتعاونوا معاهم في بيعه. أنتم ماركت يا من حيث مبدأ الوصاية، وصاية أي قطاع البيئة؟
احنا قد صنفنا تابعين للبيئة ولوزارة التنمية الريفية. يقال احنا الآن نبقى التعاون مع الدولة لأن احنا أسسنا القطاع. ولا يقودني السؤال، شنو طبيعة تعاطي الجهات المعنية في حالكم جيتوا مع مشروع؟ احنا نختار كي مثلا تجربة رائدة طلعت عليها في الجزائر، عندهم وكالة تشغيل الشباب، اش تعدل؟ جيل الشباب وتعطيهم 30 خلية من النحل وتكونهم عليها وتخلي بينهم مع هذا المشروع. الشاب بعد 3 أشهر لا يعود عنده دخل، لا يرجع للدولة ذاك اللي أعطاته، وبالتالي يعود هو عنده مشروع وينتج ومستقل، بدلا منك تعطيه الفضاء يمشي يوكلها ويرجع يقول لك أنا مشروع إيش. تعلمني كيف أصلا أفضل من تعطيني. تعلموا تكونوا على هذا وتعلموا عليه وتخلي بينه معاه لا يوقف يوقف على رجليه ولا يعود عندك انتاج. احنا مثلا نستوردوه من الخارج، واحنا قاع بالعكس احنا نصدره للخارج، لان لا يعود العسل الموريتاني معروف في العالم كله ومعروف بجودته، لان احنا لين مثلا مشينا الالمانيا قالوا على انهم هذا النوع من العسل ما قد شافوه، لانه احسن انواع العسل عندهم عجبهم حتى وطلبوا منه كمية. أنا كنت وقت خمو صدروا الكمية شارع خمو صلا نصدره للخارج. العسل الموريتاني يعود معروف بجودته في العالم. وهو مديور العسل كنت مديور عليه كاشي مكتوب لي أنتج في موريتانيا، راني نعدته لك كنتو مدير عليه علم موريتان وأنتج في موريتانيا. وبالنسبة ماركة موريتانية مسجلة إن شاء الله الله يزيد. بالنسبة للعلب اللي تعملوا فيها هي تقبل علب مستعملة كانت في لا علب مستوردة، احنا استوردنا علب من احسن انواع العلب مصنوعة في ايطاليا، استوردناها كاملة تغطي الانتاج ونعلبه فيها ان شاء الله. اهم كمية كبيرة كمية صغيرة؟ اهم كمية 200 جرام واهم 500 جرام. عدلنا كميات تعود ما هي كبيرة حتى باش الناس اللي دخلوا كبير يشري اللي يجبر. واقول لي على ذكر الدخل، اصغر علبة فيتا سعرها كم؟ أصغر علبة 200 جرام تقدر تلحق 3000. 3000 معناها أكبر علبة اللي هي لتر. كيلو كيلو ولكن علبة كيلو جرام ما فتحت عندنا. لأن عدلوا لها نص كيلو و200. معناها 250 جرام. 250 جرام. 3000 وهي وحسبوا تورقة يشربوا كيلو يبغى يحسب الجرامات. هو اللي هو معروف بجودته. يعني أنت اللي تشري شيء معروف من منين جاي ومعروفة الجودة اللي مهيشة وفي المختبرات الدولية احنا جربنا فيها في فرنسا. ما ملينا الحديث قد عود انا ما نعرفه بالتالي. احنا نختاره في هذا اللقاء علاش نجينا نوعوا الموريتانيين كاملين بأهميته ويعرفوا قيمة النحل، لانه النحل معروف ان موريتانيا انه ينتج لا العسل وما ينتج لا العسل وحده، وينتج الشمع، الشمع يستخدم في الدواء قد تداوى به، ينتج البروبوليس، البروبوليس هما اللي يشروا الصيدليات بجرام الواحد منه ب 2000 وقيه الجرام الواحد، وينتج لنا الغذاء الملكي، الغذاء الملكي يستخدم في العلاج هما اللي الطبيعي عند الناس، لانه عاد هم مجموعه من الخيارات انتاجات كبيره للنحل ما هو لا العسل واحد. نحن وهذه التربيه الحديثه تسمح لك تستفاد منه، لان التقليديين شي يعدلوا؟ يجوا العش النحل يقتلوا يدمروه ويقبوا العسل. احنا تقدر تقبض العسل من غير انك تقتل خليتك، تخليها العام الاخر تعطيك مولي وهكذا. طبعا وعندكم اللباس، عندنا اللباس وعندنا احنا عندنا ننتجوا اللباس. اللباس ما هو وحده، في صوره اعطيتها لكم فيها ليل الدخان، ادوات الدخان اللي تطلس الدخان على النحل، لانك باش تتعامل معاه لابد ان تعطيه الدخان نشعل لانه يهنى يتكلم. الدخان تهني؟ الدخان يهني النحل يخرق، نعطون يشك انه حريقه ويقوم واعد العسل يتريه ياكله، فهمت؟ وبالتالي تقدر انت تفتح عن الخليه مع مسك، تفتح عن الخليه وتقبض. هو اللي يخلي الناس في الريف اللي تلاوي يقبوا العسل يحرقوه ويدمروا العش، فهمت؟ هو تقدر تطلس له الدخان وحده مع حركته، هو ياكل العسل تلقائيا، هو يقوم واعد العسل يشك انه، لانه هو مصنف جينيتيك ما في على انه كان في الغابه وتوقع حريقه يهرب، يلا يمص اللي قد يقبض من العسل ويهرب طاقة يا زين. وبالتالي لين يشوف الدخان يقوم واعد العسل ديركت يمصه، فهمت؟ تجي انت تتعامل معاه ما مسك زيت مخرقان ما عنده مشكلة. كان حديث شيق ويخلق ما لا تعلمون. محمد دولة في الواط من مشروع تربية النحل نحالة الصحراء. نحالة الصحراء، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا فقرة عيننا على. أنتم مشاهدينا الكرام يمكنكم ويانا التواصل والمشاركة في البرنامج من خلال صفحتنا على